السياسي حرية الفورية. كتجتمع اليوم مجموعة من الجمعيات الحقوقية بمناسبة اليوم الوطني لظاهر الحرية العامة اللي صدر سنة 58 لتقول في كلمة واحدة لماذا بعد 66 سنة من هذا القانون الذي أعطى الحق للجمعيات في التأسيس وأيضا في المشاركة في مراقبة السياسة العمومية وأيضا في فضح الفساد، تراجع وزارة الداخلية عن هذا القرار ويتم التضييق على هذه الجمعيات بحرمان حتى من وصل الإيداع، حرمان الجمعيات الحقوقية من الوصل الإداري يعني حرمانها من أي تمويل من أي مقر من المقرات وأيضا من العمل الذي ضمنها هذا القانون. نقول على أن الدولة القوية من جمعياتها الحقوقية والمدنية كلها القوية، ولن نسمح لأي كان أنه يتراجع ويعيدنا إلى سنوات الجمر والرصاص. بالنسبة إلينا كحركة حقوقية كنا نتوقع وكنا نتطلع أن تحظى هذه المدونة بتعديلات بتجويد بإزاحة كل الشوائب التي لا زالت تعرقل عمل جمعيات المجتمع المدني، إلا أنه للأسف بعد انقضاء 66 سنة الآن لا زال نسجل بأن وزارة الداخلية لا زالت تعتمد التضييق والمنع والقمع والحصار المالي أساليب ممنهجة لعقاب الجمعيات الجمعيات المنتقدة للأوضاع، الجمعيات الجادة التي تختلف مع السياسات العمومية. بالنسبة إلينا في الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، هذه فرصة نعلن فيها إدانتنا القوية لخمس سنوات من الحصار ومن القمع ومن حرمان من الوصل القانوني منذ مؤتمرنا المنعقد ببوزنيقة 2019، وبعده انعقد المؤتمر الثالث في يناير 2024، ولا زالت الهيئة محرومة من وصل الإيداع على امتداد خمسة سنوات. هذا اليوم استغليناه باش يعني نثير الانتباه للأوضاع الكارثية اللي كيعيشوها الحريات في بلادنا من جميع المستويات، مستوى ديال وصولات الإيداع اللي ما كتوصلش بهم الجمعيات، الحق في التظاهر، الحق في التنظيم، الحق في التجمعات السلميه مثلا، الحق في القاعات العموميه لتنظيم انشطه. يعني كاين واحد الاجهاز خطير على الحقوق والحريات لدرجه ان بعض الجمعيات كتكون جمعيات فقط ديال الاحياء، جمعيات رياضيه، وتمنع فقط لان فيها عضو في المكتب ينتمي الى تيار سياسي معين او الى جمعيه معينه، لهذا السبب يمنع المكتب من حقه في وصول الإيداع. حتى المحاكم الاداريه التي كانت في زمن ولا تنصف الجمعيات والاطارات التي تحرم من حقها تعسفا، اليوم اصبحت كذلك هذه المحاكم تصدر قرارات سياسيه لا تعتمد على القانون، وهذا يعني اجهاز سام على الحقوق والحريات، هذا وضع كارثي. كاينين مازال معتقلين اخرين في الريف اللي هما ضحايا حريه الاحتجاج السلمي. تنظن انه خصنا نطالبوا بإفراج على المعتقلين ديال الحراك الريف الستة، وتطلق يكون انفتاح سياسي وحريات في المغرب، وأيضا خصنا نرجع للهيئات الحقوقية اللي دعات لهذا اللقاء، الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، يعني فيه جمعيات منهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اللي تتعرض لمضايقات والاستفزازات موصولات، يعني هذا جانب. خصنا نذكر هذه القضية ديال الأحزاب اللي تحلات واحد الوقت، تحلات احزاب اسلاميه، نهضر على الحزب الامه والبديل الحضاري اللي تحلوا بواحد الشكل فيه مضايقات من عندما كانوا اعتقلوا معتقلين السته في القضيه ديال بلعرج على قانون الارهاب، هذا الشيء غير معقول. وايضا كاين معتقلين ديال الراي، خاصه الان المعتقلين ديال اللي معتقلين الراي الديني ديال السلفيه الجهاديه اللي غير مشاو في الملف هكاك، ورئيس البلاد قال انه كاين تجاوزات، خص اطلاق صراحه هاد الناس، وخص الاهتمام باللي تطلقوا اعاده الادماج والرعايه اللاحقه.